famous, أكثر واحدة famous Lara Mghabghab. She is well known into the paramedical medicine, or what is that? In cosmetics. In cosmetics. And then Lara, she has a very long history بمشاكل الايبروز اللي كلنا تقريبا عندنا مشكله فيها، وانا اكثر وحده عم بعاني من الموضوع. والاحلى شيء بلارا انه لارا، بعطيكم هيك سريعا، لارا has been here in Egypt for a very long time. يعني اللي عنده problem انه seeking someone professional وبس specialized into this، لانه عندك بتعرفي لارا هون بمصر بيكون عندها بيوتيشن وبتعمل تاتو مثلا and it's everywhere so I want you just to tell us a brief about you, your specialization and your concern about what you're doing. يلا بلاقي لكلهم يفهموا احسن. اول شيء ام ويل نون، يمكن شوي العالم بفكروني بنقولها باللبناني دجه، يعني بعرف اقول لا. سبب اني اقول لا بيكوز اي ام اونست، لانه هيدا الموضوع جدا حساس اليوم، صار في كثير منه بالعالم، مش بس عم بحكي بالدول العربيه ولا عم بحكي بلبنان ولا بمصر، عم بحكي افري وير. افري وير صار عندنا مشكله كثير كبيره انه بنروح اليوم بنعمل تو دايز اور 1 ويك اور 1 مانث اور 3 مانث تريننج، وعم نروح بنشتغل بوجوه العالم. صدقيني 1 ويك وما عم بيكملوها وعم نروح بنشتغل بوجوه العالم. هلا اكيد هيدا الشيء بيرجع للسيرتيفيكيت، مش اتس نوت اباوت ذا سيرتيفيكيت، اتس اباوت ذا لو اوف ذا كونتري. سو ماني اي نو ذي جوت ذا سيرتيفيكيت، هلا انا بحكيكم عن حظي انا المشكله، بس انه ذا لو اوف ذا كونتري اكزاكتلي. يعني انا عم بحكي عن تجربتي انا بالمانيا، انا يعني وبقولا شحطت اول مره لما طلعت على المانيا، ومش من زمان، من شي 4 سنين يعني، وما قبلوني وقت جيت اقدم على ترينر تو بي اي ترينر. يعني انا طلعت على المانيا ورفضوني لانه كان عندي سكيلز شوي ناقصه، اضطريت اني ارجع اشتغل على حالي اكثر، ورجعت طلعت على المانيا ثاني مره لقبلوني لقبلوني از ترينر انترناشونال ترينر. اند ات وازنت ايزي، ات وازنت ايزي ات اول، لانه they go deep، يعني مش عم نحكي بس into details into details. At the end it's a skin، هيدا وجه، هيدا سكن، واللي عم بينعمل، يعني ما بعرف انت قطعت بصوبه بهيدا الموضوع التخبيص اللي عم بيصير، وجربت ساعدك، وانا كلارا ما قدرت، يعني عم جرب نساعد بعض، انه مش من خلالي انا، بالتي هي احسن الموضوع. والبيكون لما يوصل تحت الشغل بدنا نشيله، مظبوط. صار في عندنا كذا تكنيك للشيل، ان كان ليزر ولا كان جي في ولا كان بيتا بارادي، صار في كثير برودكت، بس ات ذا اند نحن عم نشتغل، يعني هذا البرودوي هو، ما بدي اقول اسيد وخوف لا، بس هذا برودوي منه هين، يعني واللي عم بيشتغل فيه بده يكون عن جد فيري بروفيشنال، ويعرف اذا هذا الشيء بيروح ولا ما بيروح. ما في شيء بيروح 100%، اكيد بنوصل اوقات ل 80%. انا راضيه ب 60، في عالم عم بتقول لي لارا بليز انا راضيه ب 30، هيدا الشيء بيرجع انا بدي 60. هاو تو ورك، هاو تو ورك، امتى نعرف نقول ايه للكلاينت، امتى نعرف نقول لا للكلاينت، لانه الكلاينت. طب وبخصوص هو اللي عم بيعملوا ستامبيت كله ايكوال ايكوال ايكوال، هدول هيدي هي المشكله، هيدي هي المشكله، انه هون عم بينقال لهم ايه، عرفت شو قصدي؟ هون صرنا موضوع بدي اقول شوي تجاري، بطل موضوع رغبه او حب للمصلحه او تعملي ستيتمنت باسمك، صرنا عم بينقال ايه. والمشكله الكبيره انه الكلاينت او البيشنت عم ترجع بعد سنه او ماي جاد ام لوك مثلا، كثير عم تكون سوليد، كثير عم بتكون قاضي. المشكله الكبيره انه بدنا نفوت نبلش نشيل ونغير، عم نتعب السكن، عم نعرض السكن لكثير قصص، في سكن ما بتلقط، في سكن عندها الرجي، وعم نروح نشيل عند عالم عن جد، يعني التكنيك كل يوم بهيدا الموضوع، خصوصا بالبيرمنت ميك اب، افري سينجل داي عم بيكون في ابديت، كل شيء عم بيتغير. يعني قبل ما كنا نسمع تنقول بالنانو للشفاف، ما كنا نسمع بالنانو للعيون، كلنا نشتغل تنقول بالفايف راوند نيدل او بالابره الكبيره لانه اسرع وبتعبي اكثر. كل العالم هيدا تغير كثير، تقدم ان افري سينجل داي فيه تطور.
في يعني بزعل بزعل عن جد لما بيجوا عند لعندي عالم مثلك مثلا ما قدرت ساعدي. لي 5 سنين عم جرب امحي غلطه. انا رحت اعمل مايكرو بليدنج، طلعت من عندها تاتو حاجبي، هذا حاجبي في حاجه فوقه، اند اف يو كان سي اجي الكاميرا، هيدا كله مغطى لانه عم جرب امحي. محيت اول مره وثاني مره صار لونه جراي، ما عارفه رجعه ولا عارفه اعمله ولا عارفه شيله. You're trying your best. I'm trying with all machines. ما تركت ماشين، بعد شوي حنسافر عنجيب ماشين. عملت ريجوفي، عملت بس في مثل ما عم تقول لارا، في برودكت عم بفوت تحت الجسم and it's destroying the skin itself. وحتى مش كل الناس عم بتعرف تعمل ريجوفي، الاسيد عم بيحرق السكن. ريجوفي هو الباس تبعه الكالاين. اوكي. الالكالاين الباس تبعه بخوف. يعني it's an amazing product. حتى ما حدا يفهمني غلط، it's an amazing product. عن جد اللي عم بيشتغل الريجوفي يعني بطريقة المضبوطة، الريزلتس عم بتكون كتير حلوة. بدنا نكون soft على السكن، بدنا نطلع من الموضوع من القصص القديمة، نشتغل على how to update ourselves بهدول التكنيكس. ما نضلنا بالقصص القديمة، نعمل تروما للسكن، عم نفوت الكلاينت بمتاهات. صرنا يعني بنروح لنشيل، صار عندنا سيكاتريس، شلنا اللون بلشنا نعالج سيكاتريس. يعني صرنا عم نروح من محل لمحل عم نتنقل وما عم بخلص. انا اي ديفلوبت بروبلم انه كل ما كنت شيل بالليزر عضلتي بنفخ، عضلتي بتقشط، عيني بتسكر، لانه في ورم. يعني انذر بروبلم عم بتصير عندي باللونج ران، العضل اليمين اكثر شيء عيني عم بتسكر، حصير بدي عمليه لافتح. عشان هيك هو المهم، ما عم بقول ما يعملوا، لا يعملوا، بس ينقوا الالوان، تكون ما تكون الالوان الغامقه كثير. If you don't need, don't do. يعني انا وقت حدا يجي لعندي، بيجوا من مشوار بعيد اوقات من سفر، بيقولوا لي نحن جينا ب3 ساعات طريق، وبقول لهم لا، بصير في زعل، بشوفها انه زعلانه، بس I do appreciate لما تقول لي thank you for your honesty. وقت اقول نو يعني نو، او في وجوه بتعوز، في وجوه ما بدها. يعني why you want to define everything is الحواجب والتم are defined. يعني it's not a must. مش يعني دارج، ما في شيء دارج. يعني بليز لما بدنا نعمل شيء بطريقه كثير ناتورال، نكون صافت على السكن، نشتغل بطريقه سوبرفيسيال، ننقي الالوان البيجمون الصح، الطريقه الصح، ما نعمل تروما للسكن. بهيدي الطريقه بنكون نحن يعني الكلاينت كثير ساتيسفايد من الريزلت، ونحن كمان اذا قررت هي بدها ترجع تشيل ما بتتعذب، لانه اتس نوت تي. ورا بعد هلا التكنيك اللي مطلعينه لل دارت تحت العين، للعالم دارت سيرفيس اللي عم بيعملوها، ما بعرف شو عم بيعملوا. هلا هيك الانستغرام عالم، وعالم كثير كبير، وعالم كثير عم تلحق على السوشيال ميديا. ما بعرف كيف بدي اوصلها. لا بي بلوند جاست از يو ار. انت بلوند. رح قلكم شغله. انا اليوم جيت حطيت البيجمون والبيج تحت السيركل تبع العين. معقولة عم بفوتوا جوا؟ بروسيجر بتنعمل، بس okay. لازم الاشخاص عم بيشوفوا على الانستغرام بيفور اند افتر اند ذات عم ينبهروا، بس هن ما بيعرفوا اذا تعرضوا للشمس هيدي البارت رح تضل سيم كولر، يعني وجهي كله بيسمار، هيدي البارت رح تسمار. او اذا سمرت عندك شيء اسمه اندر تون، اوكي، اذا سمرت الطبقه الجلديه من فوق الاندر تون تبعها بده ياخذ غير لون. يعني كومبليكيشن، اتس نوت كومبليكيشن، بس في لها ابعاد اكيد. في يعني لازم مثلا ما تتعرضي ابدا للشمس، تكوني حاطه 100% تنقول على طول الصن بلوك بالسيف افري 1 اور. يعني ما بدنا نغير الكولرز، يعني حتى النيتشر تبعتنا نحن نكون ناتشرال ونطلع ونجي. وي هاف صح كثير بنعمل، يعني بيجيني كثير صور لارا بدنا مثل هيدا. يوم الانستغرام والورك اوف بي ام يو كثير عم يطلع من الروسية ومن السكن اللي ما بتشبهنا. نحن الميدل ايست، نحن سمر، وي هاف اويلي سكن 90% 70% عندنا اويلي سكن، عندنا اوبن بورز تي زون. يعني بيجوا لعندي بدنا هير ستروك، لا يو كانوت جيت اي هير ستروك وتطلع مثل الصوره، لانه اللون بيفلش تحت الجلد، لانه اتس نوت اباوت مي، اتس اباوت يور سكن. If you have dry skin, yes, you can take an excellent result. Maximum أنا بقدر جرب بس it's hard لأنه العالم تبع البيرمنت ميك أب عم بيكون مفوكس على
مش نحن مش, مش نحن مش نحن انا ماني ضد على ماني ضد الدارك سيركل لانه انا بيجيني كثير كمان كامفلاج ايدين حرق او فيتيليجو بس بجرب بفسر للعالم انه انا بقدر اون سبوت بهيدا الاندر تون اليوم بقدر غطيه بس اليوم اذا تعرضتوا للشمس والسكين تون تبعكم سمرت كمان بده يكون في فرق يعني ما رح نضلنا شايفين هالسوفتنس بس بده كمان يكون في فرق هون عم تطلع الصرفه لانه في عالم مش مفسرين لهالشيء عم تطلع الصرفه لانه منن عارفين لازم عم يشوفوا على الانستغرام اونلي اند فور اند افتر لازم نفسر انا بطلب الفيس من حق ما بدي اقول نحن نفسر انا اليوم بدي اوجه رساله للكلاينت وللبيشنت اللي رايحه تعمل اي بروسيدور من حقها انها تسال من حقها انها تعمل جوجل من حقها تسال عن البيكمان من حقها تستفسر على الافتر بروسيجر اند بوست بروسيجر لتعرف حالها وين رايحه هيدا شغله كثير هيدا وانس يو جو اتس هارد تو كم باك يس ديفينتلي يعني من حق كل شخص يكون عارف هو لوين رايح مش بس نطلع بصور بيفور اند افتر لانه وجهي مش مثل وجهي مش مثل السكن يعني كلنا بنفرق عن بعضنا كلنا بنفرق عن بعضنا لارا لو في حدا I'm ready. They are sending me a lot of messages on Instagram. أنا إذا ما رديت directly عطوا على طول برد. موجودة بمصر أكيد كل شهر تقريبا 2 weeks. بي waterway too. و very soon بي 6 أكتوبر لأنه بعد في المشوار كتير بعيد كتير عم بيقولوا لي أنت كتير مبعدة. رح جرب لبي قد ما في يعني بتصور هول الموقعين كتير مهمين. Any question, any بدكم اي مساعده يعني اذا حدا بعث لك دايركت مسج يو جوينج تو يس ديفينتلي انا بجاوب اكيد دغري بجاوب يعني بجاوب باهين طريقه او اسرع طريقه لانه على طول الصوره مش مثل ما انك تشوفي بس اكيد انه رح جرب ساعدكم قد ما في بليز لا تنسي اند لاست وات يو ادفايز ايفري ون ريجاردينج كل اللي انت قلتي ليكي ماي سلوجن هي فور اي باتري بالنسبة لإلي ما في مرة مش حلوة ما في مرة ما عندها الكاركتير تبعها الله خلقنا كل واحد عنده الكاركتير تبعه كل واحد عنده الشارب بمحل معين وعنده شخصيته بجماله